جانوا بارما شاهدنا كيفاش بارما يضرب بقوة في ميدان جانوا، شنا كيفاش الدور الإيطالي الدرجة سيري اي، شنا كيفاش الجولة 27 وجانوا ينهزم بنتيجة ثقيلة في ميدانه بعد ما كان نقولوا حنايا دومينيكو الذي ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 29 ضيع هدف التعادل، وين شاهدنا كان تحول المباراة، وين شاهدنا تحول المباراة، وين شنا بارما كيفاش أندرياس اللي سجل الهدف في الدقيقة 18، أندرياس يعود ويسجل الهدف، سجل 3 أهداف أندرياس، وين سجل في الدقيقة 33، أندرياس في الدقيقة وين الشوط الأول وين انتهى هدفين لصفر لصالح بارما أمام جانوا، شنا 53 أندرياس وين يسجل هدف في الدقيقة 53، شنا ديان وين سجل الهدف الرابع في الدقيقة 87، يعني نقولوا اليوم جانوا نقولوا باللي بارما ما عطى ولا شيء، ما خلاش جانوا يرتب صفوفه، وين شنا كيفاش تقليص النتيجة فالكي الذي سجل الهدف في الدقيقة 49 هدف الأول لجانوا بعد ما ضيعوا ضربة عن طريق ضربة جزاء، وين ضيعوا ضربة جزاء في الشوط الأول، الشوط الثاني وين سجلها اللاعب، شنا كيفاش كل مدرب روبرتو المدرب تاع بارما اللي دخل بخطة 4-3-1-2، شاهدنا كيفاش التشكيلة تاع جانوا اللي دخلت ب3-5-2، يعني كل مدرب يلعب بالخطة تاعو تاكتيك دو جو، لكن شاهدنا كيفاش اللاعبين تاع بارما وين ماتيو كاست دي ماكو، شنا كيفاش أنطونيو، شنا جوري، شنا ماتيو الذي دخلوا وعطاو إضافة كبيرة للنادي تاعهم، وين دخلوا بعد دخولهم وين عطاو إضافة كبيرة، وين شاهدنا كيفاش حافظوا على النتيجة وأضافوا أهداف، وين شاهدنا كيفاش من جانب ماتيا الحارس الحارس سي بي الحارس بارما الذي أنقذ في الشوط الأول أنقذ المرمى تاعو من هدف 3 أهداف، وين شاهدنا كيفاش 3 أهداف، شاهدنا كيفاش كانت نقطة تحول بالنسبة لبارما، شنا ماتيا، شنا كريستيان، أدما، شنا أندريا، دافيد، شنا دافيد، شنا كيفاش فرانسيسكو اللي خرج في الدقيقة 76، شنا كيفاش نقولوا بلي ستيفانو دومينيكو اللي ضيع الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء، أندريا، أنطونيو، فالون، يعني ماتيا، رغم أن شاندر كيفاش بارما كان نقولوا باللي سيطر في الشوط الأول وسيطر في الشوط الثاني، وين كان أندرياس اللي سجل 3 أهداف، سجل في الدقيقة 18 والدقيقة 33 أندرياس في الدقيقة 53، ديان وين سجل في الدقيقة 87، شنا كيفاش هدف التقليص من جانب فالكي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 59، يعني كانت مباراة هذه المباراة الدور الإيطالي سيري أي، جانوا هدف، بارما 4 أهداف في الجولة 27 وفوز بارما على جانوا. سعيد مباريات شفنا كيفاش المباراة كانت نقولوا المباراة اللي كان خاصها الجمهور برك، هذا ما كان مباراة، شاهدنا مباراة كيفاش كان خاصها إلا الجمهور، على ديك بالك يقول لك غادي في بعض البلدان اللي غادي يخرجوا يعاودوا يردوا الجمهور، خاطر على المتعه في الجمهور، المباريات راهم يجوا ملاح، رانا نشوفوا المستوى راه يتحسن في اوروبا، في كل مباراه كل 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 جوله راه يزيد المستوى يتحسن، بصح حتى البنا في الجمهور حماس مكاشي في المدرجات، على ذيك انا نشوفوا بلي المستوى راه يتحسن، شفنا كيفاش المستويات كاع البطولات اللي راهم يلعبوا كاع تحسن، على ذيك نقولوا بلي فانيك وين المدربين وين اللاعبين وين راهم يعملوا مجهودات كبيره، شفنا كيفاش كانت المباراه تاع اليوم كيفاش كانت، على ذيك نقولوا بلي عوده الجمهور تزيد نكهه في المباراه هذه، صحيح.